أستاذ خضر خضير من جريدة الأهرام ببورسعيد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ إيهاب، مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك. يعني مين حضرتك طبعا مدير مكتب الأهرام، فعندك فكرة من قرب في بورسعيد مين اللي أطلق المبادرة، وهل هي بالفعل شعبية ما فيهاش انحياز بيقودها لأي شيء آخر؟ حضرتك المبادرة فعلا هي مبادرة شعبية أطلقها زميل محترم اسمه وسام صفي، ده راجل من الشباب المحترمين اللي هو بيسعى ان هو يحاول يقف مع الشباب الغلابة والقصر. هو صحفي يعني؟ لا هو مش صحفي حضرتك، هو شاب من اللي هو يعني ايه سياسي. تمام. هو ليه صفحة خاصة بيواجه حملات كتيرة علشان خاطر مع الغلابة. طب وليه في رأي حضرتك يعني أقبل أهالي بورسعيد بنسبة كبيرة؟ ده البورسعيدية دول هم زي السمك، ما عرفوش يعيشوا من غير ما ياكلوا سمك، وقعدوا ينوعوا بقى، وده صيادية وده كاري وده مش عارف مقلي وده مشوي وده، فإزاي أقبلوا على هذا الأمر يعني بدون قلق يعني؟ الحمله اللي اطلقها وسام الصفي كانت زي ما تكون بقى حركت المناهر كده. الاسعار الاسماك بقى مبالغ فيها بشكل جنوني. النهارده حضرتك الاسماك اللي هي كانت متناول يعني متناول الاسر الاولى بالرعايه بل اكثر فقرا، اللي هو كان الوجبه الرئيسيه بتاعته كانت هي السمك. لما كان حضرتك ينزل السوق اللي فيه سمك كان يعني الأسرة ممكن تجيب السمك ب20 جنيه ب25 جنيه. النهاردة وصل سعره فوق ال100 جنيه. في السيبيا كانت بتتباع ب100 جنيه، بتتباع دلوقتي ب250 وب300. في الأسماك البوري اللي كانت بتتباع ب60 جنيه بتتباع ب150 و180 و200 جنيه في الأسعار. وده في بورسعيد يعني بلد السمك، أمال على ما تجيلنا تبقى أسعارها إيه؟ بلد السمك. وبعدين النهارده الناس بيقولوا ايه، ليها مصاريف الصيادين والناس اللي هي بتاع الفلايك اللي بتنزل تصطاد، والناس اللي بتنزل تلف وتجيب اسماك ليها مصاريف. بس مصاريف الاسعار يعني مبالغ فيها بطريقه غير معقوله. طيب يعني جاوبني بقى على السؤال اللي حضرتك متوقعه، الحمله بقى لها دلوقتي اسبوع ولا لسه باديه؟ الحملة الوقت يعني بدأ الوقت دخل في 5-6 أيام. كويس. بس فعلا 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 جابت جابت نتائج. وعلى الرغم ان بدأ بعض الأسماك أسعارها تنزل، إلا ان حجب المواطنين على انهم يشتروا الأسماك وان الأسواق والمحلات والسريحة وكله، الناس فعلا 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 إلا القليل اللي هو في نفس من بتشتري مش فارقه معاها السعر كام، مش فارق معاها الغلبان اذا كان يقدر يجيب او ما يجيبش. النهارده في حضرتك عندنا سمك اسمه شبار. طبعا الشبار ده حضرتك كان بيتباع ب35 وب50 وب60. النهارده في ناس بتطلب الشبار المبطرخ وصل ل250 و300 جنيه. اقل سمك كان الناس بتاكله اللي كان يعتبر زي ما يعني ايه. طب هل يا فندم حضرتك شايف انه هيستمروا لغايه لما تنضبط الاسعار بجد، ولا يكتفوا بانه التجار رخصوا 10-20 جنيه في الكيلو خلاص؟ لا حقيقي الناس مستمره، لان خلي بال حضرتك يعني استمرار الناس دي يعني جايه من معاناتهم. يعني هو نفسه اللي هو بيقاطع حاليا هو نفسه هو اكثر واحد مضروب. طب والتجار بقى عاده التجار بيشتغلوا بحكايه الصباع اللي تحت الدرس، يعني نزلوا لغايه فين لغايه دلوقتي؟ لان الاسعار اللي نزلت مش هو اللي الناس منتظراه، يعني نزلوا حاجات بسيطه بس بالفعل النهارده تلاقي مفيش اقبال خالص. السمك دون بيبات وتحط ده بيبوظ طبعا. السمك اللي طالع طازه طالع من الميه غير السمك اللي يعني كده كده هيخسروا وكده كده هيضطروا غصب عنهم مش بمزاجهم. انا بشكرك يا استاذ خضر، وبشكر اهالي بورسعيد. استاذ خضر خضير مدير مكتب الاهرام في بورسعيد، شكرا جزيلا. وبشكر اهالي بورسعيد على هذا الالتزام. شوفوا يا جماعه مفيش شيء بيجي والريس، طب دايما بيقولها يعني كويس انها جت على بالي، الريس دايما يعمل كده ويقول ايه طول ما احنا كده مع بعض.
خلينا نبقى مع بعض حتى في مواجهة بعض، بس مش في مواجهة بعض لا قدر الله بعنف أو بمضايقة، لا، بين البايع والشاري وخلاص. فأنت النهاردة أنت مصر تبيع لي غالي وعاملين رباطية، لأن كل شغلانة وكل سلعة بيبقى لها كبار، الكبار دول بيبقوا 5 6، دول اللي بيحطوا الحكاية والباقي بيتلعب كده زي إيه، عرايس الماريونيت. فأنت النهاردة لما تيجي تقول لي لا كلنا متفقين ومش هنزل عن 300 ومش هنزل عن 250، اهو الشعب هو اللي بيجبرك ان انت تنزل، ومش هتبيع، انت حر بقى، خليهم ياكلوا حاجه تانية. السمك اللي عندك ده بيبوظ، السمك ده مش بلو بيف، يعني مش هيقعد معاك. فارجو ارجو من الناس انها ترحم بعض من غير ما يعني نضطر للمواقف من هذا النوع، واذا اضطررنا ليه لا، العالم كله بيمشي كده، والتاجر في كل العالم بيرخص كده، والمواطن في كل العالم بيرضى كده عن السلوك اللي هو اتخذه في وحدة واحدة مع مواطني مقاطعته محافظته ولايته وهكذا.